رسالة تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول. من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد. وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيدا عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضا لأنكم صدقتم شهادتنا. لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلا لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.